في موضوع آخر، أطلقت قوات إماراتية في حضرموت السراح مخفيين قسريا من سجون سرية تشرف عليها في مدينة المكلا. مصادر حقوقية قالت إن القوات الإماراتية أفرجت عن 18 معتقلا ومخفيا في سجون سرية في مطار الريان. وكان محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني قد نفى في تصريحات أطلقها في إبريل الماضي وجود سجون تابعة لدول الإمارات أو لدولة الإمارات في حضرموت. وفي 26 من شهر يونيو الماضي أفرجت القوات الإماراتية عن 12 معتقلا، أصدرت النيابة الجزائية قرارا بإطلاق سراحهم في مارس الماضي، فيما استثنى القرار الإفراج عن القيادي في حزب الإصلاح ورئيس مكتبه بساحل حضرموت عوض الدقيل الذي شمله قرار نيابة أمن الدولة بإطلاق سراحه. وأظهرت السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات جدلا محليا ودوليا واسعا تسبب في إحراج لدولة الإمارات أمام الرأي العام العالمي. ولمزيد من التفاصيل حول من تم الإفراج عنهم في محافظة حضرموت، دعوني أستضيف معي عبر الهاتف رئيس هيئة المتابعة والدفاع عن المعتقلين السيد محمد عبد القوي جابر. أرحب بك بداية سيد محمد، وهل بالإمكان أن تؤكد لنا صحة هذا الخبر الذي يتحدث عن الإفراج عن من تم اعتقالهم وإخفائهم خلال الفترة الماضية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير، شكرا جماعة يوم الشباب. طبعا نحن علمنا صدق من انا في عمل متواجد الان، وسمعت من الاخبار انه متواجد عن 18، ولكن مش متاكد بالضبط. وقبلها قد تم الافراج عن 12، بقي في السجن كل من عوض الدقيل رئيس مكتب الإصلاح في ساحل حضرموت والأخ سمير يوسف، هؤلاء قد برأتهم النيابة في قرار ثابت قبل 3 شهور، ولكن لم يتم الإفراج عنهم إلى الآن. طيب بما يخص ال 18 الذين تم الإفراج عنهم، تقول بأنها مجرد أخبار حتى الآن ولا توجد تأكيدات ولم تستطيعوا التأكد من هذا الخبر حتى الآن؟ نعم. طيب من خلال المعلومات أيضا التي وصلتكم بأنه ما زال سيد عوض الدقيل مسجون وأيضا سمير يوسف، لكن هل لديكم معلومات في أي سجن أو أي إصلاحية مسجون فيها؟ هو مسجون في السجن المركزي في التابع للأمن المكلا، ولكن هو من مسؤولية الإخوة اللي في الريان الإماراتيين، وعليها ضابط اسمه باشكيل هو المسؤول الاول. وبالنسبه لمدير السجن، يعني انت الان تتهم الامارات بسجن هؤلاء المعتقلين؟ بالتاكيد هم اللي سجنوهم، وهم الان كانوا في سجونهم، لانه مدير السجن ومدير الامن عندنا في حضرموت، انا كنت مع علاقة مدير السجن قبل 3 ايام او 4 ايام، قال لي بالنسبه للجماعه اللي براتهم النيابه انا اعطيت امر بالافراج عنهم، ولكن المسؤول المكلف من قبل الامارات في سجن المكلا تمنى ورفض ان يفرج عنهم. تقول ان المسؤول المكلف من قبل الامارات رفض الافراج عنهم، لكن هذا يتناقض مع تصريحات محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني الذي نفى في ابريل الماضي عن وجود اي سجون سريه تدار من دوله الامارات، ومؤخرا ايضا تصريحات اللواء علي بن ناصر الاخشع نائب وزير الداخليه الذي قال انه لا توجد هناك سجون سريه وان هناك فقط ترويج من وسائل الاعلام وجميع هذه السجون يتم الاشراف عليها من قبل الحكومه. بماذا تفسر هذه التصريحات التي يطلقها المسؤولون الحكوميون اليمنيون؟ كما يدعي محافظ حضرموت كما يدعي الاخشاع، لماذا لا يرسل سراح الاخ عوض الدقيل المفرج بامر النيابه وخلال سمير يوسف؟ وطالما انه في امر من مدير السجن ومن نيابه الجزائيه رائد لرغي الى الان ما اطلقوا سراحهم ب3 شهور. طيب لماذا؟ نعم، تساؤل مشروع. سيد محمد، في اخر سؤال، ان تم الافراج عن هؤلاء 18، تقول أنه تبقى سيد عوض الدقيل وسمير يوسف، هل هناك غيرهم ما زالوا مسجونين أو مخفيين قسرا في سجون غير معروفة وتم يعني إصدار القرارات المتعلقة بالإفراج عنهم ولم يتم الإفراج حتى الآن؟ والله المعروفين سمير يوسف وعوض الدقيل، وبالنسبة للناشط علي حرمل إلى الآن لم يقدم للمحاكمة، وفي آخرون أيضا لا زالوا مسجونين ولم يقدموا للمحاكمة. نعم، إذا أشكرك جزيلا. نعم تفضل.
سيد محمد عبد القوي جابر رئيس هيئة المتابعة والدفاع عن المعتقلين، أشكرك جزيل الشكر ونتمنى من الله الإفراج العاجل عن جميع الأبرياء المخفيين قسرا في هذه السجون السرية المنتشرة على أراضي بلدنا الحبيب.